عندنا في مصر في شم النسيم دايما كده الناس بتخرج في الحدائق والمتنزهات، الاماكن المفتوحه، الحدائق العامه. كان في اقبال كبير في حدائق الحيوان او على حدائق الحيوان والاسماك في المحافظات المختلفه خلال الاحتفالات بشم النسيم، واللي تم تجهيزها بكل الخدمات اللازمه لكي تستوعب اكبر عدد من الزائرين. اكيد خلينا نعرف تفاصيل. معانا على التليفون الدكتور محمد جلال، مدير عام حدائق الحيوان والاسماك بوزاره الزراعه. صباح الخير عليك يا دكتور، واهلا وسهلا بيك. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا ابن محمد. صباح الخير يا استاذ منه. كل سنه وانتم طيبين والشعب المصري كله بخير وصحه وسعاده. كل سنه وحضرتك بصحه وخير. لما نتكلم عن حجم التوافد وحجم الاقبال على الحدائق من بدايه الاحتفالات بعيد القيامه وشم النسيم ولغايه دلوقتي، لو تكلمنا عن مبدئيا كده عدد الزوار ممكن يكونوا وصلوا لكام؟ والله حضرتك طبعا احنا امبارح شهدت حدائق الحيوان الستة على مستوى الجمهوريه اقبال جماهيري غفير. يعني طبعا تقديرات مبدئيه من 30,000 ل 35,000. ويمكن طبعا الموسم ده او السنه دي احسن من السنه اللي فاتت، لان شم النسيم السنه اللي فاتت صادف اخر رمضان يعني. طيب اتفضل يا فندم. طيب انتوا استعديتوا ازاي يا فندم لاستقبال هذا العدد؟ طبعا حضرتك بتبقى في يعني استعدادات مكثفه قبل المواسم والاعياد، ان احنا بنظبط الخضره، بنظبط الحيوانات، بندور الحيوانات ما بين الحدائق. واثناء الموسم او اثناء العيد بيبقى طبعا في استعدادات مكثفه ان احنا بنمنع العطلات وبدلات الراحات، وبنبقى موجودين بالقوه البشريه بتاعتنا 100% عشان نخدم جمهور الشعب المصري. علشان حدائق الحيوان الاقليميه والقاهره تستعيد مكانتها المحبوبه عند الشعب المصري. طيب برغم ان الناس بتبقى حابه انها تروح، دايما بتبقى بتسال على الاسعار، ويمكن حدائق الحيوان من الاماكن اللطيفه اللي يعني في امكان الاغلب الاعم او في امكان الجميع كمان. فلو نتكلم عن اسعار التذاكر كانت خلال موسم الاعياد عيد القيامه وشم النسيم. وهي لطيفة بالفعل يا استاذة منى في الأسعار بتاعتها، إن تذكرة الدخول بالنسبة للمصريين 5 جنيه. وسيادتك برضه عارفة إن مفيش تيكت ب 5 جنيه حاليا في أي حتة. نعم، للأسرة ولا للفرد؟ لا للفرد. عظيم عظيم، كويس قوي. بال 5 جنيه دي بقى أقدر أدخل ألاقي إيه موجود؟ طبعا حضرتك يعني ده ال 5 جنيه دي تيكت دخول. نعم، تذكرة دخول. حضرتك بتلاقي مجموعه بتشكيله كويسه من الحيوانات. عظيم. طبعا بتبقى العدد بتاعها بيختلف من حديقه لاخرى حسب اهميتها وحسب حجمها وحسب بتاعتها، وفي نفس الوقت برضو الجمهور بيتمتع بالجلوس وسط الخضره والاشجار النادره في جو ظريف، بيتمتعوا بالهواء الطلق. طبعا. طيب دكتور محمد، احنا عندنا كم حديقه حيوان اشتغلت في هذا الموسم في الجمهوريه كلها، وهل كل حديقه حيوان فيها جزء مخصص للاسماك؟ لا يا فندم، هو طبعا احنا عندنا 6 حدائق حيوان. حديقه الاسماك في الزمالك، ودي مختصه بالاسماك. دي اسماك بس. اسماك فقط. حديقه حيوان الاسكندريه، حديقه حيوان الفيوم، حديقه حيوان بني سويف، حديقه حيوان كفر الشيخ، حديقه حيوان الشرقيه. وكلها كان فيها تطوير يا فندم خلال الفترة اللي فاتت. طبعا حضرتك التطوير بيبقى جزء. بمعنى؟ بمعنى حضرتك طبعا يعني علشان اعمل تطوير لحديقة ده بتحتاج ميزانية كبيرة. انما التطوير حضرتك بيبقى جزئي، مثلا لو في سيارات معينة بنعملها، لو في أقفاص معينة بنحتاج أقفاص زيادة لنوع جديد من أنواع الحيوانات بنبنيه. وعلى جانب آخر كمان يا دكتور محمد، عشان ما يتمش غلق الحديقة بالكامل لحين لحين اعمال التطوير ما تتم. تمام. وبرضه حضرتك انت عارف ان اغلاق الحديقه برضه بيجي في موسم العيد بيأثر على فئه كبيره من الجمهور، يعني زي اللي حصل في حالتنا الحاليه يعني. طيب بالنسبه لحديقه حيوان الجيزه وصلنا لفين دلوقتي؟ والله يا فندم طبعا هي حديقه حيوان الجيزه تحت التطوير ومتسلمه تحت التطوير من 9/7 اللي فات. هي دي المعلومات اللي عندي اللي اقدر ادي بيها على حديقه حيوان الجيزه. اكيد، كل الشكر ليك دكتور محمد جلال، مدير عام حدائق الحيوان والاسماك بوزاره الزراعه، شكرا جزيلا ليك.